اوكي يا حبايبي، هون عندنا شباب، هون عندنا سلاح جديد حبايبنا اسمه ماتريكس 10. طب انا لسه عشان بشوف شو وضعه. قول لي فيه سايلنس 42 طلقه. اوكي خلينا نجربه شباب. والله الصراحه يعني شبه بالنسبه لي يعني من سفر المطورين يعني اول مره، بس ولكن شباب الاعدادات بيض شوي. قول لي حبيبي والله فيه السلاح الجديد يا ساتير. First blood. عبي دم معلم، عبي دم. وين وين وين؟ لا هيد كفو. تعال تعال تعال. دبل كيل. شباب السلاح الجديد ويلي 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 ويلي. شو بده هذا؟ حبيبي والله ما بدي اسرع. تيك ذيس. تمانو هذا ندخل شباب. هلا وحبايبنا الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب فرجيتكم من شوي نزل السلاح الجديد. اوكي بس ولكن طولوا بالكم لسه ما خلصنا شباب، راح فرجيكم اكثر واكثر 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 اكثر من هيك يا اساطير. حبايبنا الكرام قبل اشد المقطع حبايبنا لا تنسوا تصلوا على حبيبنا على حبيب محمد. طبعا اشتروا شباب بس ولكن لايك هات شيرات بارتاجا. لاول مره عليكم يدخل السيرفر المطورين ليديز اند جنتلمان حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا اساطير. اول شيء طبعا شباب طبعا هون عندنا 1800 جوهره. تمام بندخل على المتجر شباب. طبعا هون في احداث رساله تنقيد للتجربه. اوكي معروفات هذول. اوكي بالنسبه لهون شباب شوفوا سيب واحد جوهره، كل واحد جوهره، كل واحد جوهره. اعطوني شباب اول ما دخلت على السيرفر اعطوني 20000 اكس بي يعني شباب، وصلت للليفل 19 حبيبي والله. اوكي شباب لا رح ندخل نعمل نظره شباب على السريع. اوكي شوف 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 وشوفي ما في حبايبنا. اوكي طبعا بعد ما فرجيتكم السلاح الموجود شباب، السلاح الجديد يا اساطير عن جد شيء مرتب. اوكي لندخل انا شباب نفرجيكم الشيء اللي اكتشفته شوي شوي حبايبنا. اوكي شباب اول شيء شباب اللي شفناه ندخل على الاولى، ندخل على الاعدادات. تمام بشكل سريع يا اساطير، هون عندنا شيء اسمه الجديد اللي هو شباب خاصيه الاهتزاز. يعني لما تلعب معلم اهتزاز. اوكي يعني مثال شباب لما هون لما تضرب طلقه وش طبعا هون على البي سي ما راح يبين، بس ولكن على الهاتف راح يبين عندكم الشباب. لما ندخل شباب عند التنشيط سوف يسبب اطلاق النار العدو اهتزازات. فهمتوا علي يا شباب؟ عند التنشيط تسبب الضوضاء صادره عن مركبه العدو الاهتزاز. فهمتوا علي شباب؟ يعني شيء مرتب يعني. فهمتوا علي كيف حبيب والله. هاي بالنسبه لهي الخاصيه شباب الاولى. اوكي طبعا شباب بتعرفوا كثير من السيرفر المطورين حبايبنا كثير منكم بحب يعرف هل يا ترى في اسلحه جديده. شفنا السلاح النزل الجديد حبايبنا شيء مرتب باللوز. ثاني شيء شباب في هل يا ترى راح يكون في شخصيات جديده؟ راح يكون في شخصيه جديده شباب شفتها من شوي راح افرجيكم اياها. خلينا ندخل على الشخصيه. ومن بعد في مرافق جديد يا اساطير، وفي كمان رقصات حبيبي والله. يلا تعالوا شباب نكمل فرجيكم حبايبنا. اول شيء ندخل على الشخصيه شباب. هون في عندنا شخصيه شباب، شخصيه غامضه مكتوب عليها. فهمتوا علي كيف؟ عندنا هون الثلج الحديدي، هي اول مره اشوف هالشخصيه شباب. ما عرف فيها سر، مع انه في شيء يشبه هالشكل هذا ما اتذكره الصراحه. خلينا نفرجكم بشكل سريع. اوكي في هي مثل نفس الايموجي هذا. ماي بولت هذا هو جو ماي فريندز كول مي. نتفرج بشكل سريع شباب. مش هذا الشيء تاكد ليكون متخربط او شيء. ماشي هذا هو ولا هذا هو؟ لا هذا كان مرافق. مرافق ياب ياب. اوكي هي الشخصيه الجديده طبعا. هي الشخصيه شباب ركزوا معي شيء، بمجرد وضعها يستعيد جنرال جلو 10% من المتان، يعني 10% شباب بقوه. تمام هي اول شيء. ثاني شيء شباب عندهم 20% زياده في الضرر عند استخدام سلاح الاي ار على جدران الجلو. يعني شباب يعني لما يكون عندك سلاح الشيء اللي فهمته ركزوا معي، لما يكون عندنا سلاح AR اوكي راح يزيد 20% من الضرر تبع السلاح. يعني معك اي كمان عم تضرب على الجدار اكيد الشيء اللي فهمته ما لازم اكيد هذا هذا مكتوب يعني الشيء اللي فهمته حبايبي، وانت كمان كنت اكيد فهمته معي نفس الشيء. اوكي يزيد 20% شاب ضرر طبعا. هذا الليفل 1 تمام حبايبنا. طبعا ليفل 6 15 ثانيه شباب تمام، والضرر 25. يعني هي الشخصيه معلم حبيبي والله شباب، يعني الجلوج ضرر راح يتزاد اكثر واكثر. يعني متانة الجلو تبعنا شباب يعني قوة الجدار الجلو تبعنا راح يزيد اكثر واكثر وراح يكون وضع باللوس. طبعا الشخصية شباب مو مبين شكلها تمام، راح خلينا نحاول نرفعها ماكس تأكيد. رفعها يعني اللي نقدر عليه شباب، عندنا شوي جوار نرفعها شوي. طبعا مو مبين شكلها نرفعها شوي شوي حبيبي والله. اوكي مثل ما انتم شايفين شباب هون عندنا صار زيادة 22 تمام حبيبي والله. نرفع كمان شوي كم معنا جواهر معلم. نرفع شباب نرفع 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 ارفع 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 خلينا نرفعها القليله عشان ليفل 4 تمام بكفي ليفل 4 تقريبا خلاص باللوز.
اوكي شباب، خلينا ندخل نشوف الشخصيه شباب من اللاعب. بنفس الوقت شباب ندخل نشوف التغييرات الصغيره. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين شباب رجعوا مثل نفس الساحة اليوم زمان. حبيبي والله، يا سلام يا سلام يا سلام. وين الحل يا معلم؟ ايشي باللوز. طبعا شباب بالنسبه للشخصيه يعني مبين عليها راح تكون ايشي تمام. اوكي خلينا ندخل شباب نشوف حتى الخريطه ممكن تغيرت شوي. يلا تفرجوا شو شباب شو تغير هون يا حبيبنا. والله شطر صرنا نعرف وين مكتوب الكلمات فوق ال. يا سلام تفرجوا الخريطه يا شباب، حتى شكل الخريطه تغير. الظاهر انه في تغيرات صارت بالخريطه حبايبنا. اوكي خلينا ننزل بشو مكان على السريع. يلا يا جميل بني عنا شوي شباب. انا بلاحظ انه حتى المؤثرات اللعبه تغيرت شوي يعني. شايفين الشكل كيف يكون؟ اشي بلوز. طبعا حبايبنا مقطع رح يكون كثير طويل، رح نحاول يعني نلخص نختصر ونلخص نفس الوقت. اوكي طبعا يا شباب هون الجرافيك شوي تغير. شايف ملاحظ انه الظل صاير اكثر بشوي، اغمق شوي يعني، الالوان يعني تغيرت. اوكي اكتبوا لنا بالتعليقات حبايبنا شو 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 شايفين انتم. خلينا نلوت هون معلم. اوكي اوكي حبيبي والله هون في واحد شباب، هون في واحد. اولي شوفوا شباب شو طلع لنا هون، شوفوا شو تغير تغير شكل اللوت وما لوت. اولي السلاح الجديد شباب مره ثانيه، خلينا نجرب لكم اياه. تعالوا ندخل نجربه شباب باللعب. هذا الام بي 5. اولي اسمع 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 اسمع. يا سلام يا زلمه، جدار شيء جدار جلو شباب. ابلع بلوز ابلع بلوز حبيبي والله. او ماي جاد شباب حصلت على 200 توكن. واو تعالوا شوفوا الماكينه شباب. اقسم بالله شباب بتحمس كثير الماكينه. روح عند الماكينه، طبعا الماكينه ساعتها موجوده. وشوف 200 توكن. يلا خلينا ندخل نشوف. جبت جبت 200 توكن شباب اعطوني. بس ولا قد طبعا شباب لانه ابلع 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 معمك عليكو. هذا ندخل نكمل شباب، نروح نشوف عند الماكينه. شوف 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 تغيرت الماكينه بنفس الوقت. عندنا هون ما تغير شيء تقريبا تمام. نشتري حقيبي معلم. راحت ال 200 هذا معلم. هذا هون بوت 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 بوت. طنبلة شباب باللوز. في واحد تاني شباب والله سلاح الجديد هذا. علوبي علوبي هاي. يلا 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 يلا. طبعا شباب في شيء جديد لما تعير على شيء شغله شوف كيف بيطلع الشكل، غير الشكل يعني. شايفين كيف حبيبي نغير الشكل حبيبي والله. قول خلينا نجرب بدل سكين من بعد معلم. طب بالله يا شباب من بعد شي نار هالسلاح. طبعا انا الان شباب انا شايل السيف عادي تمام، بس ولكن يعني مثل فري فاير ماكس، مع اني انا عندي اياها فري فاير عاديه. قول لي شباب شوفوا شكل التوكن كيف صار حبايبي، شوفوا شكل التوكن كيف صار. يلا هي يمكن اعتقد لما يكون في اكثر من توكن. اثنين توكن هذيك كانت 300 توكن يعني شباب، في يعني شوي اثنين توكن. قول لما يكون توكن واحد شباب، واحد توكن حبيبي والله. والله شباب تغير حلو الصراحه شباب. ما اعرف ما اعرف اذا انتم ملاحظين ولا يمكن انا يعني من اول مره ما حسينا انه 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 صرنا نشوف من هون لهناك الهنجر. ما اعرف يا شباب اذا بالعاده كنا نشوف ام لا شباب. لازم ادخل بعد شوي اشوف باللعب العاديه شباب. طلع شايفين كيف معي شباب يعني صار يبين الهنجر. شايفين الهنجر صار يبين، حتى الاوبسرفاتوري يعني بعد بين من هذه المنطقه يعني. فهمتوا علي كيف حبيبي والله؟ شايفين معي شباب؟ فهمتوا فهمتوا شو عم بقصد؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شباب، خلينا نرجع نشوف تعليقاتكم. اوكي حبيبي انا حابب كنت اجرب الشخصيه شباب. خلينا نشوف هذا. ما الشخصية هي بتزيد المتانة الجلو عندنا. خلينا نضرب هذا. تعال معلم تعال 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 انا هون انا ورا. تعال معلم تعال اضرب تعال اضرب حبيبي تعال تعال اضرب حبيبي تعال 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 معلم جرب الشخصية يا زلمة. تعال يا زلمة وين رايح؟ لك تعال خلينا نشوف اخرته هذا معلم. هون 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 اوكي حطينا الجدار تبعنا. واحد معلم ما يكون يكون صاحي. تعالوا تعالوا.
بالي. اضرب توقف. ايوه اضرب. هي واحد تاني. اوكي عم بضربوني من كل مكان. هذا شوف كم راح اطول هذا الجدار. لا طبعا شباب يعني طولوا بالكم شوي. طبعا شباب الشخصيه راح احاول يعني باختصار شباب الشخصيه يعني باينه تمام حبايبي. اعطوني 35 شخص ما بعرف 35 شغله 35 شغله ما بعرف شو هي شو. اوكي اني anyway. بالنسبه للشخصيه يا شباب الله يسعدكم. اوكي هنا عندنا قول لي هنا بنلعب شاب اليوم بنحصل على اشياء باللوز حبيبي والله. اوكي حبيبي خلينا ندخل بشكل سريع نفرجيكم شباب. طبعا الشخصيه هي جاي وضع تستعيد الجدار الجلوب المتان كل هذا. المهم فهمنا الشخصيه فهمت علي حبيبي. طبعا الشخصيه مثل ما قلت لكم راح تفيدنا كثير بالرومات وكثير من الاشياء يا شباب يعني راح تكون باللوز. اوكي اساطير تمام. الان شباب نكست. الان شباب راح ندخل نشوف الحيوانات الاليفه فهمتوا علي كيف. عندنا هون شباب حيوان جديد اوكي حبايبنا عنه المره تبعيته شباب. بيقلل من الضرر الحاصل من المتفجرات يعني شباب يعني اللي بيلعب كمان رومات كلاس سكواد تبع القنابل يرموا قنابل معلم نو ستوب راح يكون الامر باللوز تمام شباب. بينقص 30% من الضرر الحاصل من المتفجرات يعني لما يتكلمون من المتفجرات الغام قنابل اكيد اوكي مرافق حلو ومرتب. اوكي شباب خلينا نكمل شباب نكمل عشان ما نطول عليكم اكثر من هيك. ندخل الان شباب الرقصات شباب انا الصراحه الرقصات شفتهم باللوز معلم. اوكي شباب عندنا اول رقص شباب ندخل على الرسوم المتحركه الرقصات هذول لما تدخل على البروفايل يطلع هيك الشكل. شوف الشوتجن شوف هي الشخصيه الثانيه يا شباب ما عليك بيبي والله. طبعا هاي الشباب رقصه هيك باين عليها وقت الاشياء الجديده الثلج ما الثلج يعني اكيد يعني قربت تنزل هون يعني حلو. طبعا شباب انا افرجيكم شيء ثاني اللي هي الرقصات شباب الصراحه الرقصه شوفوا لي الرقصه تمام التمانو ابلع يا وو حبيبي والله تفرج صراحه شيء مرتب حلو كثير هالرقصه ولا جايكم برقصه ثانيه طول بالكم. طبعا هون شباب في رقصه شباب مو مبين عليها شيء لسه لحد الان هاي ما بعرف واقف هيك كل شيء واضح يا سيدي ظهر بس بيتفرج هيك معلم الشخصيه ما بعرف. المهم شباب حبيبي والله مون. اوكي عندنا رقصه ثانيه شباب شوفوا الرقصه رمي القنوط تلاقي ال اوكي هاي عندنا هي شوفوا هي شوف كسر جدار الجلو يعني شباب بالبوكس يعني حبيبي والله. اوكي اوكي والبعد شباب عندنا الرقصه هي الرقصه الثانيه شباب اللي هي مثل ما انتم شايفين تفرج حبيبي والله شباب رقصات كثير حلوه بوكس ما بوكس معلم وتكسير احجار ورمي بر فاير سلام وهي شو هي معلم وهي ما مبينه لحد الان اوكي هاي كمان ما مبينه تمام تكون رقصه كمان قديمه. اوكي هذول بالنسبه للرقصات حبايبنا تمام. اوكي شباب هنا عندنا في مود جديد شباب ما بعرف هذا المود الجديد صراحه ما فهمت له كثير اسمه مود الابداعي مود الابداعي شباب مثل ما انتم شايفين هون عندنا. خلينا ندخل نشوف بشكل سريع هون في اشياء ما اعرف شباب يمكن هل هي موجوده عندنا من قبل ام لا. شايفين معي كيف اسلحه هون موجوده وكل هالاشياء حبيبي والله معلم حبيبي والله. خلينا ندخل يا معلم شو هذه الاشياء معلم هون ندخل من هون شو ها؟ اقسم بالله شباب ما في من شيء من هالرقصات وما تنقصوا شوف الصوت عم يطلع تمام شوف تنقص فيرست بلاد اوكي دبل كيل والله شو هذا المود شباب غريب عجيب اقسم بالله يلا معلم اقتلوهم والله جرب هون عم يدخل شايفين عم يدخل بشي مكان بشي مكان ثاني مودات جديده معلم حبيبي والله دبل كيل هون شباب لما ندخل اشياء وتوكنات وما توكنات وش مرتب الصراحه. هون هي الخريطه معلم هي الخريطه شباب تمام يعني جيم بلاي اتس جيم بلاي عادي. اوكي خلينا ناخذ الفمس نجرب يا شباب مالي مظبط الاعدادات الصراحه يعني شوي سريع كان في معي شيء شباب ندخل هون طبعا هون شباب في نافذه على الشيء اللي فهمته ندخل على هالنافذه بياخذ لنا اماكن هنيك او هون بياخذ لنا اماكن ثانيه. المهم ندخل نجرب شباب جو يلا شباب يلا كمان جايز كمان يلا يا ستي نستطيع حاول نجرب حاول نتفرج ميوزك في ميوزك وين يا فضا جوا تنقل فضائي
قول لي. اوكي شباب دعم يتنقلوا. تمام حبيبنا هذا المود شكله مود حلو. تمام مش مرة. اوكي خلينا نطلع شباب عشان ما نطول عليكم كثير شباب، لانه شايف المقطع راح يطول كثير حبيبنا. اوكي هيك بكون جربنا مود جديد صار عندنا هون شباب. تمام هذا هو مود الابداعي. اوكي حبيبنا عندنا هون هذا المود ساعه الذروه. شو هذا؟ اكيد اوكي عندنا هذا الزب الوحيد المصنف شباب معروف هذا. الزب الوحيد صار له مصنف كمان شباب حبايبنا، راح يكون له رانكت للفون فيس 1 ولا 1 تويك في الاماكن القريبه. تمام خلينا هون على كلاس كوات. تمام حلو هوس الحيوانات معروف. خلينا ندخل هذا الزب هذا نشوف شو وضعه معلم بشكل سريع. اوكي شباب هذا هو المود الون فيس 1 ايام زمان. تمام صار ما في سلاح معلم ولا شلون؟ في انتظار اثنين في اختار اثنين من الطلقات. حبيبي والله اوكي هذا المود بنعرفه شباب. نتحول لشيء ثاني شباب شوف شو ما في ثاني. خلينا ندخل على المتجر شباب ونشوف شو في ما في بهالمتجر. طبعا هون في هدول احداث هون في ظهر في سكين جديد. اوكي سكين بنت ندخل على الجديد. هون في كلش نفس الشيء بنعرفه الشخصيات هدول هن حبايبنا. Some people are prisoners of their own mind. لبسات ما لبسات هدول معلم. هون الرومات شباب رومات وما رومات حبيبي والله. طبعا هي روم الحمراء شباب هي روم الحمراء بنشتريها في اختصاص اكثر واكثر ان شاء الله تنزل عنا شباب ان شاء الله التحديث الجاي ينزل. رومات هي الزرقاء. اوكي حيوانات الاليف اللي شفناهم الصناديق الصناديق الكل هدول هن لحد الان السيارات وما سيارات و... اوكي اوكي تمام تمام معلم تمام. متجر الاسلحه الاسلحه هدول دائما كلياتهم نفس الشيء. تمام اوكي هلا الان وين وصلنا يا شباب؟ شفنا الرقصات فرجيناكم الرقصات فرجيناكم الشخصيات الجديده فرجيناكم المودات. والله الصراحه يعني شباب في كثير اشياء جديده يعني بلوس والمرافق كمان شفنا فرجينا اياكم حبايبنا. تمام خلينا ندخل شو في هون. مكتب هون ما في باتل رويال للاسف شديد. مثل ما فرجيتكم شباب المود الزيب الوحيد شباب راح يكون مصنف فهمت مثل ما فرجيتكم شباب هون عندنا راح يكون له سيزون لحاله كمان. اوه بوي تحديات قولي راح يكون شيء تمام التمام. تمام حبايبنا هذا اللي خلصنا من هون. شو بقى شو بقى يا ستير؟ هون كأس الكلاس على المتجر. اوكي تمام مثل ما قلت لكم يا ستير اعتقد شباب الان شفنا كل شيء. اذا شفت شيء شباب ما قلت لكم يا راح اقول لكم اياه بالفيديوهات الثانيه يا ستير. سو ليديز اند جنتلمان بكل تمام مقطع اليوم يا ستير لا تنسونا باللايك. شوفوا مقاطع جديدة. السلام عليكم.